في المحاضرة التاسعة أنواع العينات الإحصائية، العينات الاحتمالية. هناخد طبعا أنواع العينات الإحصائية اتنين، عينات احتمالية اللي بيكون لكل مفردة في العينة احتمال لا يساوي الصفر أنها تظهر، يعني المجتمع بالكامل كل مفردة داخله يمكن أن تظهر في العينة، لكن طبعا في جميع الحيان احنا بنختار عينة من مجتمع، يعني جزء من هذا المجتمع. في العينات الاحتمالية اللي يكون في لكل مفردة في المجتمع ذات الفرصة للظهور، لأنها لها فرصة لا تساوي صفر للظهور في العينة، دي بنسميها العينات الاحتمالية. هنلقي الضوء هنا على بعض أشكال العينات الاحتمالية المهمة. أول شكل من الأشكال دي اسمه العينة العشوائية البسيطة، الشكل الثاني اسمه العينة المنتظمة، الشكل الثالث اسمه العينة الطبقية، الشكل الرابع العينة الطبقية التناسبية وغير التناسبية، والشكل الأخير الخامس العينة العنقودية. نبدأ أول شكل من هذه الأشكال وهو العينة العشوائية البسيطة، simple random sample، العينة العشوائية البسيطة simple random sample. معنى كلمة عشوائي انك مش تختار يعني وانت مغمض عينيك مثلا مجتمع فيه مفردة تقوم مغمض عينيك كده مثلا وتختار لك مثلا 30 مفردة، لا، العينة العشوائية البسيطة حاجة غير كده. اولا تعرفها ان كل مفردة في المجتمع يكون لها ذات الفرصة في الظهور في العينة، ذات الفرصة يعني احتمال متساوي للظهور في العينة. يعني لو عندي مجتمع 100 مفردة وعايز أسحب منه عينة 30 مفردة، يبقى كل واحدة منهم لها فرصة في الظهور في هذه العينة، كل واحدة من 100 لها فرصة في الظهور في هذه العينة. يحتاج عشان تبني أو تصمم عينة عشوائية تعمل الآتي، مهم جدا تعمل الآتي. واحد، تعمل إطار معينة sample frame، تحدد إطار معينة. لو فرضنا أن المجتمع عبارة عن 100 مفردة وعايز أخد منه 30 مفردة، فهحط ال 100 مفردة في شكل كشف بيسمى إطار المعينة ورقمه. فمثلا طلاب منهج البحث العلمي اللي هم يمثلوا المجتمع اللي هجري عليه الدراسة عددهم 100 مفردة، هحطهم في كشف، هذا الكشف يترتبوا فيه بالدور، خالد سعيد بركات نمرة 1 ورقمه الأكاديمي كذا، مش عارف محمد حسن كذا نمرة 2 ورقمه الأكاديمي كذا، وأند سؤن وهكذا. عشان تفهم فكرة العينة العشوائية البسيطة كده ببساطة شديدة، تعالوا نتخيل ان المجتمع ابو 100 مفردة لطلاب بيدرسوا منهج بحث وعايز اختار منه مثلا 10 مفردات. طبعا احنا عارفين اقل من 30 ما بنجريش شغل احصائي، بس نفترض نفهم بس 10 مفردات. فانا هعمل ايه؟ تخيل المنظر كالتالي، لو جبنا كونتينر اناء كده، جبنا اناء كده وحطينا فيه، مسكنا ورق صغير كده كتبنا فيه 1 2 3، كل ورقة نكتب رقم، وانا عندي 100 مفردة مترتبين في الكشف اللي هو عندي اطار المعينة، 100 اسم مكتوبين وكل واحد قصاده رقم، خالد مثلا رقم 1، محمد حسن رقم 2، عقلة رقم 3 وهكذا. انا هكتب في الورق الصغير ده 1 2 3 لحد 100، وهقفل الورق ده كويس بحيث ما يبانش فيه ارقام، واحطه جوه الاناء ده، اناء زجاجي كده مكشوف، ولخبطهم كويس، وهجيب طفل مش حد كبير، طفل صغير يا دوبك بس بيعرف يتكلم، واقول له اكبش لي كبشه بايدك كده من الاناء ده بعد ما لخبطت ورقه، وراح طلع في ايده شويه ورق 10 ورقات، وبديت امسك الورق ده افتحه، افتح الاولى لقيت رقم 1 فيها، معنى كده خالد سعيد اللي هو رقم 1 تم اختياره ضمن مفردات العينة العشوائية. ولو فتحت الورقة الثانية لقيت رقم 30، يبقى معناها المفردة رقم 30 اللي موجودة في إطار المعينة في الكشف هي المفردة الثانية اللي هنختارها في العينة، يطلع اسمه مثلا ايه، مثلا محمد حسين، وبعدين اخد الرقم اللي بعده طلع 64، يبقى معناها 64 ضمن المفردات الموجودة في العينة، ويطلع اسمه هيام محمد حسين. أخذت المفردة اللي بعدها لقيتها مثلا رقم 99، يبقى بصيت لقيت جيهان مش عارف ايه كذا، يبقى دي المفردة رقم 5 وهكذا. هدني أعد أكشف وأطلع المفردات اللي تشمل العينة. هنا دي طريقة سحب عشوائي. طبعا صعوبة بمكان نعمل الكلام ده على مجتمعات ضخمة وكبيرة شوية،
والمش همشي دايما ومعايا حته اناء ولا كونتينر كده اعبي فيه اوراق وكلام زي كده. بدل كده في حاجه اسمها الارقام العشوائيه، دي بتولدها الحسابات وبتولدها الاجهزه الكالكوليتر المحترمه الكبيره بتورد هذا اسمها الراندوم نمبر. هذه الارقام العشوائيه ممكن باي تو ديجيت برقمين او 1 ديجيت او 3 او 4 لحديت مثلا في عندي 12 وفي عندي اكتر من 12 رقم، يعني الرقم الواحد يشمل 12 حرف او 12 موضع بنختار منها. هذه الارقام العشوائيه بنحط لها حاجه يسمى دليل ترميز، نقول لو طلع الرقم واحد فهو واحد عندي، او طلع اثنين يبقى هو اثنين عندي وهكذا. او ممكن اقول لو طلع الرقم 1000 يعني واحد، لو طلع الرقم 2000 يعني اثنين، ده اسمه دليل ترميز. وبعدين بعد كده ابتدي اطلب من الكمبيوتر يولد ارقام عشوائيه، ثم اخذ بالترتيب الارقام العشوائيه بالدور كده، امشي واحده واحده بالدور واقوم مختار اللي يطلع لي، وكأني سحبت ورقة وفتحتها وشفت اللي فيها ولقيتها مثلا واحد خالد، اثنين مش عارف شهان، ثلاثة هيام، أربعة مش عارف محمد، خمسة كذا بالدور، أقدر أطلع كده. دي العينات العشوائية البسيطة. ميزة العينات العشوائية البسيطة إنها بتدي لكل مفردة داخل المجتمع ذات الفرصة، يعني نفس الاحتمال الموجب للظهور في عينة البحث، ده شيء مهم جدا، بتديها ذات الفرصة للظهور في عينة البحث. عيوب العينة العشوائية، طبعا الميزة دي خطيرة انها بتوفر فرصة عدم تحيز للنتائج، وبالتالي قابلية التعميم تبقى عالية للغاية، يعني دي نقطة مهمة جدا. ونتائج العينات العشوائية على طول طالما هي عشوائية فهي قابلة للتعميم الى حد كبير، ده بالنسبة للعينة العشوائية. لكن يعاب عليها واحد، لا تلائم المجتمعات التي تكون فيها المفردات غير متجانسة من حيث الخاصية التي يتم بحثها. المجتمعات غير المتجانسة، يعني لو أنا بدرس مشكلة غياب الطلاب على مجتمع يتضمن طلاب وطالبات ورتبتهم، طبعا الكمبيوتر ما بيفهمش الأرقام العشوائية اللي بتصدر بغض النظر عن الموضوع إيه، فممكن تتركز اختيارات العشوائية على الطلاب فقط وتسيب الإناث، ومعنى كده الذكور يعني، وتسيب الإناث، معنى كده أن النتائج هتطلع متحيزة لأنها ما غطتش جانب آخر مهم هو جانب الإناث. ولو أنا رتبت المفردات وكانت تشمل طلاب في مستويات أولى وطلاب في مستويات أعلى وطلاب خريجين، فممكن تتركز العينة في الخريجين مثلا، في حين أن أنا كنت عايز أشوف خصائص أخرى، يعني معدلات غياب الطلاب العاديين اللي هم في المستويات الأولى وهكذا. فإذا لا تلائم المجتمعات اللي تكون فيها المفردات غير متجانسة. الطريقة دي مكلفة إلى حد كبير في حالة المجتمعات كبيرة الحجم. ليه؟ هيتطلب الأمر أنك تحط إطار معينة، وإطار المعينة اللي لازم تغطي فيه المجتمع. فلو فرضنا أن المجتمع عدد مفرداته مليون مفردة، يبقى إحنا إذن لازم نحط كشف يتضمن المليون مفردة وتتكود أو تتعرف هذه المفردات المليون، وبحيث أبدأ أسحب من هذا الإطار. فإذا شغلتها صعبة شوية في حالة المجتمعات اللي هي كبيرة الحجم. هناك ما يسمى العينة المنتظمة systematic sample. في العينة المنتظمة عشان نقدر نضمن أكبر قدر من التمثيل، فإحنا بنرتب المشاهدات أو المفردات المجتمع ترتيبا تصاعديا في قائمة أو تنازليا، والطبع لا يشير الترتيب التصاعدي أو التنازلي لأي أفضلية. يلي ذلك يتم سحب أحد مفردات المجتمع بشكل عشوائي، نجيبه طاقة عن طريق الأرقام العشوائية، نسحب أول مفردة، ثم نترك مسافة ثابتة، عدد ثابت من المفردات، ونختار الثانية، وليكن 10 مثلا، 10 مفردات نسيبهم وناخد اللي بعدها. يبقى خدت أول مفردة بشكل عشوائي، ثم بعد كده أقول هعدي 10 مفردات واخد الرقم 11، وبعد كده عدي 10 بعدهم واخد رقم كذا، وعدي 10 بعدهم واخد رقم كذا. دي بيسموها العينة المنتظمة. طبعا هنا الجهد اقل شويه لانك ما بتحتاجش تستخدم جدول الارقام العشوائيه الا مره واحده عند تحديد اول رقم، ثم يلي ذلك ترك مسافه ثابته وتاخد الرقم اللي بعده، وده بيتيح لك فرصه اكبر انك انت تختار المفردات العينه من قطاع عريض من المجتمع، يعني تغطي جوانب عديده، يعني هناك فرصه كبيره قوي ان تظهر باقي المفردات اللي في النهايه داخل العينه. ده بالنسبه للعينه المنتظمه. المميزات التي تخص العينة المنتظمة، سهولة اختيار مفردات العينة لأن الباحث لا يحتاج إلى استخدام الأرقام العشوائية إلا مرة واحدة. ارتفاع درجة تمثيل مفردات المجتمع داخل العينة. عيوبها أنه يتطلب إعداد قائمة مرتبة بشكل ما لمفردات المجتمع سواء تصاعدي أو تنازلي، وده أمر صعب في حالة المجتمعات الكبيرة.
قد يحدث خطأ في اختيار مفردات عينة مرجعه عدم ترك ذات المسافة الثابتة. فعلا يعني احنا هنضطر نعد كل شوية 10 او 15 او 20 او whatever it is، هتعد قد ايه عشان تقدر في النهاية تقول انا بختار المفردة الفلانية. ممكن يحدث خطأ في العد، فيبقى هنا في تحيز ظهر في اختيار مفردات العينة. لا يلائم هذا التصميم المجتمعات التي تتضمن مفردات غير متجانسة من حيث الخاصية اللي بيتم بحثها. زي ما قلنا، بالرغم من ان احنا اخذنا نطاق عريض من المفردات، لكن لو في ذكور وإناث ده لا يضمن بالضرورة تمثيل الاثنين بنفس الدرجة. لو في مستويات مختلفة من التعليم لا يضمن التمثيل بنفس الدرجة، لأن هذه المجتمعات غير متجانسة من حيث الخاصية اللي بيتم بحثها. قد يحدث تحيز منتظم بفعل التركيز على مفردة محددة تأتي دائما عقب مسافة ثابتة مقررة بشكل ذاتي. يعني أنت تركيزك أنك تسيب 10 وتاخد 11 قد يحدث بظروفها كده، المفردة رقم 11 تكون خاصية اللي فيها مبالغ فيها زيادة عن اللازم، فبالتالي يجي تحيز بسبب الاختيار المنظم ده. النوع الثالث من أنواع العينات الاحتمالية اللي هي Certified Sample، العينات الطبقية. في العينة الطبقية، اللي بيحصل ان المجتمع مش متجانس من حيث الخاصية محل البحث، ومن ثم فالامر يحتاج ان احنا نقسم هذا المجتمع الى طبقات او layers بسموه layer sample ايضا، stratified sample او layers sample. العينات الطبقية، هذه العينات بنقول المجتمع مش بيشمل طبقة واحدة، عندنا ذكور وعندنا إناث، عندنا مستويات متقدمة في الجامعة اللي هي مستوى السابع والثامن، وعندنا مستويات مبكرة الأول والثاني والثالث وهكذا. فإذا احنا محتاجين نقسم لطبقات بحيث تمثل كافة الطبقات في المجتمع، دي بيسموها العينة الطبقية، دي اسمها العينة الطبقية. وبالتالي أنا بحتاج دايماً لبناء العينة الطبقية دي عشان أدرس كل المفردات المجتمع بحيث تكون ممثلة داخل العينة. فلو فرضنا عندي مجتمع فيه 700 طالب وذكور وطلبة ذكور و300 طالبة إناث، وعايز أختار منهم عينة مثلاً من 50 مفردة، فهنا في هذه الحالة بمثل الطلاب الذكور والإناث داخل العينة، أخد ضمن الخمسين عدد يمثل الذكور ويفترض أن يكون أكبر من عدد اللي يمثل إناث. ومن هنا ظهرت ما يسمى العينة الطبقية التناسبية والعينة الطبقية غير التناسبية. أنا ممكن أختار فيما بينهم، أقول 300 زائد 700 أدي إيه 1000، يبقى 700 على 1000 في 50 يعني 7 في 50 ب 35 ذكر و 15 أنثى، وده يبقى عينة طبقية تناسبية بيتمثل فيها الذكور والإناث بقدر متكافئ. وبالمناسبة أنا بعد ما أحدد حجم العينة بتاعت الذكور مثلا 35 عينة الذكور، أبدأ ممكن أسحبها بشكل عشوائي أو بشكل منتظم براحتي حسب الحاجة اللي تفيدني وحسب الحجم. فلو مثلا أحجام ضخمة في العينة يبقى ممكن أخد الطريقة المنتظمة، ولو أحجام قليلة أخد الشكل العشوائي وهكذا. ودي بيسموها العينة الطبقية التناسبية. يبقى العينة الطبقية لو أنا بدرس مثلا دواء معين وتأثيره على الأطفال وشباب وشيوخ، ده مهم جدا نقسم لثلاث طبقات ونعرف كل طبقة. هنا اللي احنا لسه كنا بنتكلم عليها دلوقتي proportionate disproportionate sample، العينة الطبقية قد تكون تناسبية يعني بتحدد فيها الأفراد بشكل تناسبي، يعني ناخد حجم المجتمع في الاعتبار عند تحديد حجم العينة، او غير تناسبي. فمثلا في الشكل اللي فات دون قلنا الطلاب اللي المجتمع 700 والطالبات 300 وعدد حجم العينة هيبقى 50، ففي هذه او حجم العينة 100، في هذه الحالة الجزء اللي يمثل الذكور 70 او 700 على 1000 في 100 70، واللي يمثل الإناث 300 على 1000 في 100 ب 30، يبقى 70 ذكر قصاد 30 أنثى. يبقى خدنا عينة من 100 مفردة هيمثلوا كده، دي بسموها عينة طبقية تناسبية. وممكن أقول هاخد 50 و50، دي اسمها عينة طبقية غير تناسبية. فمهم جدا تحدد العينة اللي هتستخدمها، تصميم العينة اللي هتستخدمه إيه. هيديك هنا مثال توضيحي انه في بعض الاحيان من الصعوبه استخدام العينه الطبقيه التناسبيه. لو فرضنا في منظمه معينه عايزين عندنا اربع مستويات اداريه، المستوى الاول يضم 10 رؤساء في المرتبه العليا، المستوى الثاني يتم 40 مدير اكزيكتيف مانجر يعني، المستوى الثالث ويتم 150 مشرف او رئيس قسم،
المستوى الرابع والاخير بيتم فيه 800 موظف. هنا المستويات دي غير متجانسه من حيث الخاصيه اللي يتم بحثها، وعايز اخد حجم عينه 100. هنا صعب بالمكان ها ان احنا ناخد تصميم العينه التناسبيه، تمام؟ هنا صعب بمكان اختيار عينه التناسبيه. فليه؟ لان لو قلنا قصدي الغير التناسبيه، لان احنا لو قلنا هنا هاخد كم مفرده، ادي 100 مفرده على 1000 10%، هاخد 10% من الطبقه العليا يطلع واحد رئيس، هاخد 10% من الطبقه بتاعت المدراء هاخد 4، هاخد 10% من طبقه رؤساء الاقسام 15، هاخد 10% من طبقه الموظفين هاخد 80، هاخد 10% من كله. فمعنى كده يبقى عندي 100 مفرده عباره عن واحد رئيس، 4 مدير، 15 مشرف، 80 موظف. ولو انا اخدت هنا عينات طبقيه غير تناسبيه برضو ممكن نشتغل على عينات طبقيه غير تناسبيه، هاخد مدير من المدراء او اثنين، ما انا ممكن ازيد لان هنا مثلت 10 من الرؤساء. يعني لو الخاصيه اللي بتم بحثها تتعلق بقرارات الاداره العليا وانا عندي المدراء عددهم 10، ما ينفعش ناخد واحد بس، محتاجين اثنين ثلاثه على الاقل. فهنا هناخد عينات غير تناسبيه لان انا عايز امثل فئه معينه بشكل كبير. يعني مثلا لو كنت بدرس قرار يتعلق كيفية اتخاذ القرارات داخل منظمة معينة وكان وضع المستويات الإدارية زي ما انتم شايفين كده، مفيش موظفين عاديين، ال 800 اللي تحت دول ما بيتخذوش قرارات، رؤساء الأقسام تقريبا درجة التفويض لهم محدودة، المدراء برضو يعني، لكن مين اللي عليهم العين ومهمين يكونوا شاملين هم العينة؟ الرؤساء المجالس الإدارة والرؤساء العموم الكبار اللي فوق. في هذه الحالة أخضع أكبر عدد منهم للدراسة، فممكن أشتغل على 8 رؤساء وأشتغل على 30 مدير وأشتغل على 10 مشرفين وأشتغل على مش عارف 5 موظفين، مهم مجموعة يطلع 100. هنا عينة طبقية غير تناسبية مهم تكون تاخد الشكل ده. ليه؟ لأن الخاصية اللي بتدرس مثلا اتخاذ قرارات، قدرة على اتخاذ قرارات، وده ما يكونش موجود إلا في العينات غير التناسبية. راجع هنا شوف، استخدم 7 رؤساء، 30 مدير، 30 مشرف كذا عشان يكون عينة غير تناسبية، لأن الأمر اللي بيدرسه هو كده. العينة العنقودية كلاستر سامبل اللي هي عبارة عن مجموعات محددة بيسموها كلاستر عنقود، أخد شكل عنقود العنب، كل مجموعة متوفر فيها خاصية معينة وجملة هذه المجموعة بتشتغل، وفي مجموعة تانية جنبها ومجموعة بما يشكل عناقيد. هذه العناقيد كل عنقود متجانس من حيث الخاصية اللي بيمثلها، المجموعة داخله متجانسة ومختلفة عن الخصائص في المجموعات الأخرى. أما نيجي نسحب عينة لخزي ناخد من كل هذه المجموعات مفردات، وبحيث يكون عندي عينة ممثلة لكل المجتمع اللي حلتي. ده بالنسبة لاختيار العينات الاحتمالية أو اللي يكون لكل مفردة في العينة ذات الفرصة في الظهور في المجتمع. اتفقنا في شكل العينة العشوائية البسيطة والعينة المنتظمة، العينة الطبقية التناسبية غير التناسبية، العينة العنقودية.